طبيعي جدا، طبيعي جدا، لأنه أولا هناك مفاهيم تروج داخل الحزب لا يفهم دلالتها، وهناك قضايا فكرية يحاول البعض توظيفها لأجل مصلحته، وبعض يسيرها لتصفية حسابات. ولكن لا أحد لحد الآن لم يقدم ورقة وثيقة مكتوبة كما قدمتها حول تصور العمل الحزبي. والآن عندي الأرضية السياسية التي سأصدرها هذا الأسبوع حول في العمل داخل البام. لذلك أنا قدمت وجهة نظري، وردود الفعل بحق تكون، فقط أنا فوجئت بأنه هناك وجهة نظر سطحية لا تلم عن نقاش ثقافي حقيقي. وكان بعض الإخوة اللي ناقشوا ثقافيا أنا أحترمهم، ولكن كان البعض الآخر اللي في الحقيقة يندلها الجبين أنه ممكن ندعيه أنه نقاش أو حوار. لهذا أنا اللي كنهتم بهم هم الناس اللي كي يناقشوا الأفكار، والذين لا يستعملون هذه القضايا لتصفية حسابات أو شتمية. هذا موضوع يهمهم. تم استعمال هذه الجملة هذه بطريقة سطحية وفي إطار التراشق مع حزب العدالة والتنمية أو القوى السياسية قريبة من التدين من جهة أخرى. ولكن أحد لم يفكر يوما أن يكتب أنا كتب لا مفكر كبار مثل عبد الله العروي، ولكن ببعد ثقافي وسياسي كبير جدا. أما مستوى الحزبي ظلت وسيلة من وسائل التراشق السياسي. ونعود لهذا الموضوع. أولا حينما قلت بأن جلالة الملك أو ما يسمى إمارة المؤمنين جزء، فأنا مقتنع بذلك. الفصل 41 من الدستور ينص على أن المجال المدني محصور، عفوا المجال الديني محصور على جلالة الملك. تلك جلالة الملك له سلطات، وهذه السلطات يمارسها من خلال موقعه كأمير المؤمنين. إضافة إلى ذلك، حينما تم وصول جلالة الملك إلى السلطة، أول إجراء تم هو إجراء ديني قصد قيام جلالة الملك بمسؤوليته السياسية والملكية، وهي البيعة والبيعة تصرف ديني، تصرف إسلامي، والذين يبايعون إنما يبايعون الله ورسوله. وبناء عليه هذه المعطيات كلها، ثانيا أنه المجال الديني محصول لجلالة الملك، والمجال السياسي الديني مفتوح للجميع، كل يناقش رأيه باعتباره مشكل فكري. حزب العدالة والتنمية لا أعتبره إسلاما سياسيا، لأنه لحد الآن لا في قوانيننا التي تأتي أمانة أو في اللجان أو في النقاش جاءنا يوما بموقف ابن حنبال أو الشافعي في قانون المالي أو في قانون فقط، وناقشوا معنا الخمور وناقشوا معنا الزيادة في الضريبة على الخمور، ولم يطالبونا بتحريمها يوما ما داخل هذه اللجان أو داخل هذه القوانين. لذلك كانت تضيف الإسلام السياسي وتضيف سياسي سلبي، خلق ثقافة سطحية في إطار الصراع السياسي. ولكن حقيقة الموضوع هنا أطرح سؤالا قد يجيب عليه عبد الله العروي أو يجيب عليه شخصيات ثقافية التي أحترمها ولست في مستواها، وهي لماذا لا يمكن أن تكون الملكية جزء من الإسلام السياسي ما دام أنه بصفته ملكا وأميرا للمؤمنين وتمت بيعته وله سلطات في إطار فصل 41 فصل 42 المرتبطين أن لا يكون إسلاما سياسيا، بما أنه يقود الدولة كرجل دين ويقود الدولة كذلك كرجل دولة كرجل مدني. المسألة تطرح نفسها هو أنه ما هي الملكية بهذا المفهوم. الملكية تنبني على تصرفين، ليس على الدستور، على تصرفين أساسيين في الدين الإسلامي. التصرف الأول هو البيعة، والتصرف الثاني الدعوات له بالمساجد. هذا هما المبدأين، كل من يدعون له بالمساجد وله البيعة هو ملك بقوة الأشياء، وهذه الأشياء هي التي تعطيهم تلك الصفة على أنهم يقودون بلدا بشكل سياسي ولهم خلفية دينية. ثالثا وأخيرا، أن المصدر ديال القانون ومصدر القوانين كلها الشريعة الإسلامية جزء من هذه المصادر. فقط البعض يريد أن يوظفها، ولكن نسي أنه يوظفها ويسيء إلى الفكر والنقاش الفكري الذي يوجد في المغرب. أنا أعتذر لعبد الله العروي لأنه مجاله، وأعتذر لكثير من المثقفين المغاربة لأنه مجالهم، ولكنني لا أريد أن يقال أنه الإسلام السياسي مرهون بقوى حزبية أو أنه موضوع فقط صراع سياسي. أولا الإسلام السياسي حالة فكرية، حالة سياسية تنظيمية، ثم حالة مؤسساتية، ثم حالة تاريخية في المغرب، ويجب أن نتعاملها كذلك. أما حد الآن فلم يقنعني أحد ممن تدخل، لأنه هو توظيف إما أن يكون سطحيا أو لتصفية حسابات.
أنا لا يهمني حزب عدالة التنمية. ليس كلما تكلمت عن الإسلام أو عن الدين الذي هو حق المطلق التاريخي والإنساني يعني أنني أتكلم باسم الدين باسم العدالة التنمية. فالعدالة التنمية لا تحتكر الدين ولا يمكن أن تحتكر الدين ولا أحد يمكن أن يحتكر الدين. الدين هي تلك العلاقة بين الإنسان والله، وهذه العلاقة خاصة. لذلك هم فقط هناك أزمة مفادها أنه تم إنشاء وهم مفاده أن وجودنا مرتبط بصراعنا مع هذه الفكرة التي هي الإسلام السياسي. حينما حاولنا أن نفكك هذه الفكرة حاولنا أن نفهمها اكتشفناها أنها أكبر عملة نصب في التاريخ السياسي في المغرب. لا أنا لم أكشف حساب، أنا قمت عملية التقييم. لا دعونا لن ننافق ولا نتملق. أولا هناك تضيف للحزب وفي مواقع الحزب في ممارسة السلطة، وهناك ممارسات كثيرة ابتداء من مظاهرة الضرب الشهيرة إلى كثير من السلوكيات. في لحظة من اللحظات كنا قد استقوينا بعلاقتنا مع السلطة، وأنا أعتقد بأن هذا خطأ. لا يحق للسلطة أن تقبله ولا يحق للواقع أن يقبله. لذلك علينا أن نرجع الأمور إلى نصابها. نحن حزب مستقل عن السلطة، جزء من الدولة باعتبارنا نمارس العمل السياسي ونعامل كذا كذا مثل جميع الأحزاب، ونفس المسافة التي لدينا لدى الجميع مع الملكية ومع الدولة وبناء عليه. إذا قلت بأنه تقدمت بنقد ذاتي في هذا الموضوع فلأنني عشت هذا الموضوع وانتقدته آنذاك، وقلت أنه علينا أن نكون حزبا مستقلا. وقلت في سنة 2013 في داخل قبة البرلمان، قلت نريد يوما من الأيام أن نتحول إلى حزب عاد، وكنت أقصد ما أقول. وكثير من المواقف مواقفي أنذاك تناقضت مع مواقف حزب الأصالة المعاصرة، لأنه بقدر ما يقتربون من السلطة في جهازها الإداري كنت أرفض هذه العلاقة. وأعتقد أنه إذا كنا نريد أن نكون حزبا ديمقراطيا حدثيا فيجب أن نحترم الأحزاب الأخرى، ولكي نحترم الأحزاب الأخرى علينا أن نحمي وأن نركز على أن تكون علاقتنا مع الدولة ومؤسستها هي نفس علاقة الأحزاب الأخرى ولا نتميز عنه بأي شيء آخر. وإحراجات الذين كانوا يستفيدون من هذا الوضع، أما الذين لم يكن يستفيدون فليس هناك إحراج. الفريق البرلماني جيد ولم تهم هذه الملاحظات لأنه استطاع أن يحصل على الأصوات. كما سنحافظ على نفس الفريق البرلماني بل سنطور في وجوده وسنضيف إليه المناضلون الآخرون نفس الشيء. أولئك الذين كانوا يستفيدون تلك القلة التي تستفيد هي التي الآن جعلتها نوع من الإحراج. أنا لا يحرجني أولا أن أنتقد الأخطاء التي ارتكبتها أنا أمارس العمل السياسي، وأنني أتعامل مع الشعب المغربي بصدق، وأن الشعب المغربي يعرف الحقائق لأن هذه عاشها في يومه. كان هناك أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون داخل الحزب، الحمد لله الآن انتقلنا إلى مرحلة أخرى أفضل مما كانت، وهي أننا لسنا فوق القانون وليسنا فوق الجميع. سأواجههم إذا رقبت في الحزب، أنا سأواجههم. لن أقبل أن توظف مؤسسات الدولة لفائدة الحزب. هذا موضوع يهمني، هذا موضوع يهمني ومفصول عنه. نريد أن نمارس مهمنا كحزب يحترم نفسه ويحترم القانون، وإذا كنت سيصوتون علي على خلاف ذلك فأنا أعتقد أنه سيكون ذلك بخلاف توجهي وقناعتي.